مرحبا. المعلومات بتنتشر بطريقة سريعة كتير، خصوصا مع مواقع التواصل الاجتماعي صارت الطريقة أسهل. الشخص ممكن يبعث أي معلومات بده إياها من غير ما احنا نتأكد من مدى صحة هاي المعلومات. بهذا الفيديو راح نحكي عن بعض المعلومات اللي صرنا بنعرفها فترة طويلة واكتشفنا إنه هاي المعلومات أصلا غلط. ترقبونا. من زمان أنا نفسي أجي على دانس، وأخيرا احنا جينا. أيوة صح. فطومة، انتي بلع لبانتك؟ اي بلعتها. ليه بلعتيها؟ ما بلع يا اختي. لو بعت اللبانة دي اخت تقعد سنين وسنين في معدتك، تقعد قريب 7 سنين. انتي ما عارفة دخل مين قال؟ معروف الجهاز الهضمي بيفرز انزيمات بتساعد على تهضيم الاكل، وكل نوع اكل له انزيم معين بيساعد على تهضيمه من كربوهيدرات ودهون وبروتين. وعشان العلكه مش مصنوعه من مكونات الجسم محتاجها او راح يستفيد منها، فبتخلص منها، ما في داعي انه يهضمها. وكمان المعده بتحتوي على حمض قوي جدا قادر على ازاله اي شيء ممكن يلتصق فيها. غير هيك الامعاء الدقيقه بتحتوي على خلايا موجوده بالجدار الداخلي تبعها، وظيفتها انها تمنع اي التصاق او احتكاك ممكن يصير داخل الامعاء. يعني باختصار العلكه ما لها اي اضرار على الجهاز الهضمي، ولكن بلع العلكه باستمرار ممكن يسبب انسداد بالامعاء. صح، انا حكيت ان الجهاز الهضمي قادر على ازالتها وما في داعي يهضمها وهذا الحكي، لكن كتر بلعها ممكن يسبب ضغط على الجهاز الهضمي وهذا ممكن يسبب انسداد. يعني انت اذا حابب تبلع العلكه ابلعها، ما في مشاكل، لكن يفضل انك ما تبلعها كل يوم او اكثر من مره باليوم. مرحبا كوتش. اهلا لك يا يوسف. عامل ايه؟ عامل انت لابس ده؟ انت بردان ولا ايه؟ شوف ايه ده؟ ما ده كله يا عم. ايه ده؟ انت لابس ده كله؟ اعمل كده. كوتش، لما الواحد يعرى اكثر بيخسر دهون. يا راجل، تعرى اكثر تخسر دهون اكثر؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ معروف يا كوتش. معروف. طيب يلا احكي لنا. الله. العرق بينفرز عن طريق غدد موجودة تحت الجلد، ومن أهم خصائص العرق إنه ببرد على الجسم لما تكون درجة حرارة الجسم عالية. والعرق عبارة عن سوائل وأملاح الجسم بده يتخلص منها. سوائل وأملاح، بس سوائل وأملاح. أما بالنسبة للدهون فواحدة من وظائفها إنها بتخزن الجلوكوز الزائد بالجسم. يعني احنا بس ناكل، وكالعادة ناكل كمية اكبر من الكمية لازم ناكلها، الجسم بيخزن الجلوكوز الزائد بالدهون اذا احتاجنا لطاقة لبعدين. وعشان نخسر الدهون لازم نستخدم الطاقة اللي موجودة داخل الدهون عن طريق لعب الرياضة. شو بتلعب شاي؟ اي قاعد العب. لا شو بتسوي هذه؟ خيبات فوق بشكل كبير. أعطيني أفجيك. ثواني. آه، ليش سويت كثير؟ عادة. مو بعادي. ليش مش عادي؟ شو بصير؟ بسوي شغل مفصل. ممكن الحركة. من قال لك هذا الحكي؟ معروف الشيء. لا عفوا. في دراسة انعملت ب 2011 عشان نشوف العلاقة بين طرقعة الأصابع، وكلمة طرقعة هي أنا ما لقيت لها بديل، فإذا عندكم لها بديل اكتبوا لي بالكومنتات تحت وما تتمسخروا علي. بين طرقعة الأصابع والتهاب المفاصل، وأصلاً طلع ما في أي علاقة بينهم. وكمان في باحث اسمه دونالد أنجر عمل تجربة على حاله عن طريق إنه يعمل طرقعة لأصابعه اللي بإيده اليسار من غير ما يعمل طرقعة لأصابعه اللي بإيده اليمين لفترة 60 سنة. بعد 60 سنة طلع ما في التهاب مفاصل لا بإيده اليسار ولا بإيده اليمين. ها هي كل المعلومات لحلقة اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا أنتوا عندكم أي أسئلة مش بس عن هاي الحلقة، عن أي شيء بخص الطب والصحة اكتبوا لي بالكومنتات تحت وأنا راح أجاوب عليه بالفيديو الجاي. وكمان إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنسوا تعملوا لي لايك عشان أعرف، واعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا فيديوهات أكثر.